السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلبة تخصصات المعمارية في كل مكان، أهلا وسهلا بكم من جديد مع يوم جديد إن شاء الله. النهاردة بإذن الله هنعمل مراجعة مع بعض في مادة حساب الإنشاءات، وعايزين طبعا نأكد أن المادة بإذن الله حضرتك هتمتحن فيها الغد بإذن الله، عايزين نكون ملمين بكل عناصر المواد الدروس بتاعتنا اللي طبعا اشتغلناها مع بعض على مدار عام كامل في برنامجنا في بيتنا مدرسة. وطبعا الطالب اللي كان معانا ومتابع ومتابع الحلقات بتاعتنا باستمرار هيقدر ان هو ان شاء الله باذن الله يكون الكلام بالنسبه له سهل والامور يبقى فيها تواصل، وتكون الحلقات بتاعتنا ان شاء الله مرجعيه ليك باذن الله اثناء ادائك الامتحان. النهارده ان شاء الله هنعمل مراجعه شامله كامله زي ما بنقول لكل عناصر الدروس بتاعتنا، وبامر الله ان شاء الله بنتوقع ان ما يخرجش منها الامتحان زي ما بنقول. وطبعا الجميل في الموضوع انها زي ما بنقول مراجعه ليله الامتحان، يعني باذن الله الصبح ان شاء الله حضرتك هتكون قاعد ومستلم ورقة الامتحان، وبأمر الله يكون عناصر من عناصر مراجعتنا النهاردة إن شاء الله هي اللي تكون موجودة في ورقة الأسئلة. حابين نقول ونأكد إن احنا هنمر بكل الدروس بتاعتنا زي ما بنقول على حسب طبعا بأمر الله وقتنا، وإن شاء الله احنا حاسبين الوقت كويس بحيث إن احنا نقدر نغطي عناصر المنهج بتاعنا كامل لمادة حساب الإنشاءات. وحابين برضو ان احنا ننوه ان الجزء بتاعنا او المادة بتاعتنا او المراجعة بتاعتنا النهاردة مقسومة لقسمين، قسم هيكون نظري يعني الاسئلة النظرية المتوقعة طبعا ممكن بتيجي في صورة اكمل او صح وخطأ، ده جزء لازم يكون او موجود ولازم يتم تغطيته في المنهج بتاعنا، فان شاء الله هنتكلم عنه وهنتناول الاسئلة ونشوف ازاي بتدور الاسئلة حول عناصر هذه الموضوعات. ثم ننتقل للجزء الاخر وهو جزء حل التمارين، وهنتناول مع بعض طبعا كل التمارين الموجوده عندنا في الماده بتاعتنا واللي شرحناها على مدار عام كامل، بدايه من انواع الكمرات طبعا الكمرات المتماثله والغير متماثله، وحساب ردود الافعال وقوى القص وعزم الانحناء، ثم مرورا بتوزيع الاحمال للكمرات غير متماثله، ثم الكوابيل هنتناول الكوابيل، بعدها ننتقل ان شاء الله الى حساب تركيز الاحمال والقوى المائلة، ثم عملية الاتزان أو المسائل أو التمارين الخاصة بعملية الاتزان للكمرات وما شابه، وإثبات أن الكمرات أو القوى الموضحة بالشكل متزنة، ده سؤال طبعا لازم بيجي في الامتحان زي ما بنقول. بعد كده هنتناول بالشرح أو نستعرض كده في المراجعة بتاعتنا في صورة طبعا أسئلة وتمارين، وهنتناول خطوات الحل إن كنا يعني وإن كنا مش هنخوض زي ما بنقول في الشرح اكتر زي ما هنتكلم عن الطرق الحل، لان طبعا احنا تناولنا الحاجات دي بالشرح قبل كده، لكن بعد كده هننتقل الى الجزء الثاني وهو جزء تصميم البلاطات، وهنتكلم عن البلاطه ذات الاتجاه الواحد والبلاطه ذات الاتجاهين، وازاي اقدر احسب الاحمال الواقعه على الكمرات ثم الاعمده. هنبدا ان شاء الله مع بعض ونروح للسلايد بتاعنا ونشوف، وهنبدا بالجزء النظري وهنتناول اسئله اكمل في البدايه ثم صح وخطا، ثم هننتقل زي ما قلنا لحل التمارين بتاعتنا. نروح للسلايد بتاعنا كده ونشوف بادئ بايه. طبعا بادئ السؤال الاول باسئله اكمل، هنا بيقول لي المقصود او ما هو المقصود بمركز الثقل، وفي اكمل طبعا هيقول لي المقصود بمركز الثقل هو نقط، فانا بقول هو نقطه من الجسم بيمر بها خط عمل وزن الجسم دائما، يبقى خط عمل وزن الجسم ده بيمر بالنقطه دي، النقطه اللي هي مركز الايه؟ مركز الثقل، ومهما اختلف وضع الجسم في الفراغ ويرمز له بالرمز ميم، يبقى مركز الثقل يا شباب بيرمز له بالرمز ايه؟ ميم، وهو عباره عن نقطه بيمر بها خط عمل وزن الايه؟ الجسم، وزي ما بنقول هي ميزان الجسم، تمام كده يا شباب؟ بعد كده مركز ثقل قضيب رفيع منتظم هو نقط، طبعا هيكون منتصفه، يبقى مركز الثقل لقضيب منتظم الشكل هو منتصفه. بعد كده النقطة اللي بعدها رقم 3 من أنواع الركائز، طبعا عندي ثلاث ركائز، الركيزة الحرة والركيزة المفصلية والركيزة الثابتة، وكل ركيزة من دول بتقاوم قوة معينة طبعا زي ما هنشوف في النقاط اللي جاية بعد كده في عملية المراجعة بتاعتنا. يبقى أنا كده عندي ثلاث أسئلة بالإجابات بتاعتهم، ما هو المقصود مركز الثقل، بعد كده مركز ثقل قضيب رفيع منتظم هو، لأن احنا بنركز على مركز الثقل لأن أغلب نقاط أكمل بتيجي في مركز الثقل للأشكال المختلفة، بنتناولها هنا في المراجعة بتاعتنا جزء بجزء. بعد كده أنواع الركائز، وقلنا إن عندنا من أنواع الركائز ثلاثة، الركيزة الحرة ثم الركيزة المفصلية ثم الركيزة الثابتة.
شوف السؤال اللي بعده بيقول لي هنا من أنواع الكاميرات نقط، يبقى الكاميرا البسيطة، الكاميرا ممتدة الأطراف، ودي الكاميرا اللي بتكون ممتدة من الجنبين بعد الركائز، الكاميرا المستمرة، ثم الكاميرا المثبتة. بدي أنواع الكاميرات. السؤال اللي بعده بيقول لي من مركز ثقل صفيحة رقيقة، خلي بالك هنا السؤال اختلف اهو، مركز ثقل صفيحة رقيقة منتظمة على شكل مثلث هو نقطة تلاقي المستقيمات للمثلث ويبعد نقط الارتفاع من جهة نقط ونقط الارتفاع من جهة نقط. شوف كده بيقول ايه، يبقى نجيب السؤال على بعضه. الإجابة مركز ثقل صفيحة رقيقة منتظمة على شكل مثلث هو نقطة تلاقي المستقيمات للمثلث ويبعد ثلث الارتفاع، يبقى تلت الايه، تلت الارتفاع من جهة القاعدة وثلثي الارتفاع من جهة الايه الرأس. يبقى مركز الثقل للشكل المثلث يا شباب بيبعد عن الارتفاع من جهة جهة القاعدة تلت الشكل الثلث، تمام، ومن جهة الرأس بيبعد كام؟ ثلثي، يبقى التلت والايه والتلتين زي ما نقول، التلت من جهة القاعدة والتلتين من جهة الرأس. بعد كده مركز ثقل حلقة دائرية، طبعا بيكون مركزها الايه الهندسي، لو انا عندي دائرة مركز الثقل بتاعها هيكون محورها الهندسي او مركزها الهندسي. يتوقف مقدار عزم القصور الذاتي على شكل القطاع ومساحته واتجاه وضعه بالنسبة لمحاور ثابت. يبقى تاني، يبقى عزم القصور الذاتي ده بيتوقف على ثلاث حاجات، شكل القطاع، مساحته، واتجاه وضعه بالنسبة لمحور ايه، لمحور ثابت. النقطة اللي بعد كده يعرف عزم الانحناء بأنه مجموع القوى او مجموع عزوم القوى المؤثرة من جهة واحدة يمين طبعا او يسار عند اي نقطة من الكاميرا وينتج او يحدث عندها او عنها انحناء للايه للكاميرا. يبقى عزم الانحناء بيسبب انحناء للكاميرات. بعد كده النقطة الثانية بيقول لي مركز ثقل صفيحة رقيقة، برضو سؤال تاني هو في مركز الثقل، نركز على مركز الثقل يا شباب عشان الجزء النظري. مركز ثقل صفيحة رقيقة منتظمة على شكل متوازي أضلاع أو معين أو مستطيل أو مربع هو نقطة تقاطع القطرين. يبقى بنأكد تاني ونقول إن مركز الثقل للأشكال اللي هي متوازي الأضلاع أو المعين أو المستطيل أو المربع عبارة عن نقطة تقاطع القطرين. السؤال اللي بعد كده، إذا كان ناتج قسمة طول البلاطة على عرضها أصغر من أو يساوي 2 بيطلق عليها بلاطة ذات نقط، بينما إذا كان الناتج أكبر من 2 بيطلق عليها نقط. طبعا إذا كان الناتج، وإحنا درسنا قبل كده وشفنا مع بعض، إذا كان الناتج أصغر من أو بيساوي 2 بتكون البلاطة ذات اتجاهين، وإذا كان الناتج أكبر من 2 بنقول عليها بلاطة ذات اتجاه يا شباب، ذات اتجاه واحد زي ما موجود معنا في النموذج بتاعنا. شوف السؤال اللي بعد، ضع علامة صح أو خطأ، وهنا بننتقل لجزئية أخرى. بيقول لي هنا يتم مقاومة جهد الشد بالخرسانة بينما يتم مقاومة جهد الضغط بحديد التسليح. ونقف هنا يا شباب دقيقة كده ونوضح مع بعض، وحابين نأكد لجزئية احنا اتكلمنا عليها في مادة تكنولوجيا الخرسانة، ان طبعا جهد الشد زي ما قلت قبل كده بيقاوم او احنا بنقاومه عن طريق حديد التسليح، اما جهد الضغط بيقاوم عن طريق الخرسانة، تمام كده؟ يبقى انا لازم اخلي بالي يا شباب، ودي جزئية احنا بنعمل عليها سبوت وبنوضحها زي ما بنقول وزي ما تعودنا في دروسنا، ان احنا دايما بنوضح الجزئية اللي محتاجة توضيح او تأكيد. وخلي بالك لان الجزئية دي اغلب طبعا ابناء الطلبة بيقع فيها، انه ما يقدرش يفرق إن ما بين جهد الضغط وما بين جهد الشد ومين اقدر اقاومه بايه زي ما بنقول. يبقى تاني بنأكد ان جهد الشد يا شباب بيقاوم بحديد التسليح، اما جهد الضغط بيقاوم عن طريق مين؟ الخرسانة. فخلي بالك لان الجزئية اللي موجودة عندك في السؤال لو ركزت في السؤال ان هو بيقول لك بيقاوم او يقدر يقاوم او المفروض انه يقاوم جهد الشد عن طريق الخرسانة، بينما يقاوم او يقاوم جهد الضغط عن طريق حديد التسليح. طبعا الإجابة هنا لو انت متابع معايا او حاضر معايا من بداية الحلقات والدروس بتاعتنا على مدار العام هتعرف او هتجاوب على طول وتقول لي لا يا مستر الإجابة دي إجابة خاطئة. ليه؟ لان انا بقاوم جهد الشد عن طريق حديد التسليح، اما جهد الضغط بقاومه عن طريق حديد الخرسانة، وده الفرق ما بين جهد الشد وجهد اللي يا شباب وجهد الضغط. طيب نكمل مع بعض كده، يبقى الإجابة دي هتبقى إجابة خاطئة اللي هي السؤال الأولاني. بعد كده بيقول لي يوضع حديد التسليح، وهنوضح دي كمان برضو، يوضع حديد التسليح الرئيسي في الكاميرا البسيطة
اسفل، لان منطقه الضغط بتكون فين؟ في الاسفل. طبعا يا شباب عندنا نوعين من حديد التسليح زي ما قلت قبل كده في عجاله، ان حديد التسليح بتاعي الرئيسي اسمه بيطلق عليه الفرش، يبقى الحديد الرئيسي اللي وظيفته ان هو بيحمل الاحمال او بتحمل جهد الشد في الخرسانه بتاعتنا هو حديد الايه؟ حديد بيسمى حديد الفرش. وحديد الفرش ده بيترص في الاتجاه القصير بتاعي، يعني بمعنى انا لو عندي بلاطة سقف هنقول طولها 5 وعرضها 2، بيتحط الفرش في الاتجاه القصير اللي هو 2، وده بيكون بنطلق عليه حديد الفرش وبيسمى حديد الرئيس. يعني الحديد الرئيس اللي بيتحمل عندي جهد الشد واللي بيكون عليه العمل كله هو حديد الايه؟ في السقف، حديد الفرش، وبيترص في الاتجاه القصير ولكن بيتعد او بيتحسب في الاتجاه نون الطويل. اما العكس بتاعه حديد الغطاء زي ما هنشوف كمان شويه في الاسئله والتمارين اللي جايه، حديد الغطاء بيتقال عليه حديد الثانوي، وده وظيفته ان هو بيحمل او بيتربط فيه الحديد الرئيسي اللي هو حديد الايه؟ الفرش، وده ما هوش عليه عامل زي الحديد الفرش، لان حديد الفرش اللي بيتحط في الاتجاه القصير تاني اهو هو ده الحديد الرئيسي بتاعي اللي بيتحمل الايه؟ الضغوط بتاعتي وتحمل جهد الشد اللي موجود في الخرسانه بعد عمليه الايه؟ الصب. يبقى الاجابه هنا بيقول لي يوضع حديد التسليح الرئيسي فيها الكاميرا البسيطه لاسفل لان منطقه الشد بتكون في الاسفل، طبعا صح. بعد كده الاجابه صحيحه. بعد كده مركز ثقل هرم قائم مخروط دائري قائم منتظم يبعد ربع الارتفاع عن القاعده وثلاث ارباع الارتفاع عن الراس. الاجابه خاطئه. بعد كده يوضع حديد الفرش اهو للبلاطه في بلاطه السقف في الاتجاه الطويل اللي هو الطول، بينما يوضع حديد الغطاء في اتجاه العرض. طبعا الاجابه هنا هتكون اجابه خطا، وده الجزئيه اللي احنا لسه موضحينها من شويه، وزي ما قلنا ان حديد الفرش هو اللي بيوضع في الاتجاه القصير هو الحديد الرئيسي، اما حديد الغطاء بيوضع في الاتجاه الطويل ويتحسب او بيتعد في الاتجاه القصير وبيتقال عليه او بيطلق عليه حديد ثانوي. طيب يبقى الاجابه هنا زي ما قلنا اجابه خاطئه. إذا كان ناتج قسمة ارتفاع العمود على أصغر ضلع فيه أقل من 15 يكن العمود قصيرا، وهنوضح دي يا شباب في عجالة كده زي ما بيقول، ونقول إن ارتفاع طبعا في حاجة عندي اسمها نسبة النحافة عند حساب الأحمال الواقعة على أو في تصميم الأعمدة الخرسانية. طب نسبة النحافة دي بينتج منها إيه؟ بينتج منها إن أنا أتأكد إن العمود قصير أو العمود طويل، وطبعا إذا كان قصير له طريقة في الإنشاء والتصميم، وإذا كان طويل له قوانين وطريقة في الإعداد والتصميم زي ما بنقول. طيب أعرف منين إذا كان العمود قصير أو طويل؟ طب بعمل إيه؟ بقسم ارتفاع العمود على أصغر ضلع. بمعنى أنا عندي ارتفاع عمود بيقول لي في التمرين بتاعي زي ما هنشوف بعد كده في التمارين الخاصة بتصميم الأعمدة، فبيقول لك إن ارتفاع العمود 3 متر وأبعاده مثلا يعني طوله وعرضه 25 × 40، يبقى كده قطاع العمود اللي هو الخرساني اللي احنا بنطلق عليه بعد كده في التمارين بتاعتنا ألف خ، بيلقب بألف خ اللي هو مساحة قطاع الايه؟ الخرسانة للعمود. ألف خ دي للعمود بتساوي 25 × 40، يبقى أصغر ضلع عندك في العمود كام يا شباب؟ 25، تمام كده؟ والطول بتاعه كام؟ 40. وارتفاع العمود 3 متر، وخلي بالك عشان هيجي في التمارين بتاعتنا بعد كده في التصميم او ممكن يجي لك في الامتحان، وتركز عشان انت هنا بتشتغل بالسنتيمتر. ليه؟ لانك انت قلت 25 × 100 × 40، يعني قطاع العمود بتاعك 25 × 100 × 40، تمام كده؟ بتكلم بالايه هنا؟ بتكلم بالسنت. اما ارتفاع العمود عندك مديهولك بالايه؟ بالمتر. اذا انت مطالب انك انت هتحول ال 3 متر لسنتيمتر، فهتضرب في 100 يبقى بتقسم 300 على اصغر ضلع اللي هو 25. طبعا مش هتقول بقى 25 × 100 لان كده هتتعامل بالايه؟ بالسنتيمتر. يبقى 300 على 25 بتطلع الناتج، اذا كان الناتج القانون ده او العمليه دي كلها على بعضها اسمها نسبه النحافه. اذا كان الناتج اصغر من 15 بيطلق على العمود او يسمى، انت بتقول كده بما ان الناتج اصغر من 15 اذا العمود ايه؟ قصير، وبناء عليه بتكمل خطوات الحل بتاعتك وبتستخدم القانون اللي هو بيقول الحمل اللي هو واو يساوي 45000 خ زائد 1200000 س، ده القانون الخاص بعمليه التصميم. ونرجع تاني للشريحه بتاعتنا ونكمل الاسئله بتاعتنا. يبقى اذا كان ناتج قسمه ارتفاع العمود على اصغر ضلع فيه اقل من 15 يكن العمود قصيرا، طبعا ده هيكون الناتج ايه؟ صح.
بعد كده يقدر الحمل الموزع بالطن على المتر الطولي. وحابين ناكد يا شباب ونوضح لك الجزئيه دي، لان اغلب ابناء الطلبه برضو بيقع فيها وعنده لبس زي ما بنقول ما بين الحمل الموزع والحمل المركز. يقدر، خلي بالك تقرا السؤال كويس، لان هنا بيقول لك ايه، يقدر الحمل الموزع بالطن على المتر الطولي. وناكد عليها يا شباب تاني ونشرحها كده برضو زي ما اتعودنا في النقاط بتاعتنا، بنعمل سبوت او يعني بنعمل كده بنلقي الضوء على الجزئيه اللي محتاجه القاء ضوء. خلي بالك ان الحمل الموزع في الكاميرات الموزعه زي ما هتشوف بعد كده في التمارين اللي جايه، الحمل الموزع بيكون مع بدايه الكاميرا بيكون موزع على طول الكاميرا او قطاع من الكاميرا، تمام كده؟ موزع، خلي بالك من الاسم كده، حمل موزع يعني على طول الكاميرا او على امتداد الكاميرا، ممكن يكون ماسك بدايه الكاميرا من بدايتها حتى نهايتها، وممكن يكون في جزء بس من الكاميرا ولكن مش في منطقه مركزه. اذا الحمل بتاعه بيحسب بالطن المتر على المتر، بالطن على المتر، تمام كده؟ اما الحمل المركز ده بيكون فين؟ طبعا بالمتر الطولي. اما الحمل المركز بيكون مركز ومن اسمه باين، حمل مركز يعني تركيزه بيكون في نقطه ايه واحده، زي بالظبط كده ما يكون عندي كاميرا وعندي حاجه او قطعه اساس او حاجه ثقل حديد مثلا موجود في جزئيه معينه من الكاميرا. اذا الحمل ده حمل ايه؟ عباره عن حمل ايه؟ حمل مركز، لان تركيزه في نقطه واحده. يبقى هنا بيحسب بالحمل الايه، حمل بنقول عليه حمل مركز بالطن على المتر. اما الثاني بيكون حمل مركز بالايه، بالطن على المتر الطولي، لانه بيكون ممتد على طول الكاميرا او على قطاع من الكاميرا. يبقى ده الفرق ما بين الحمل المركز والحمل الايه، الموزع. وعندي طبعا حاجه ثالثه، اسم ثالث اللي هو الحمل المركب، الشيء بالشيء يذكر زي ما بنقول احنا في ليله المراجعه وصابح امتحان زي ما بناكد. يبقى انا الشيء بالشيء يذكر ان انا عندي حمل موزع، حمل مركز، حمل مركب، والحمل المركب عباره عن حمل موزع على طول الكاميرا وبيحمل عليه كمان حمل اسمه حمل ايه؟ مركز. يبقى الحمل المركب بيجمع ما بين الحمل المركز والحمل الايه؟ الموزع بانتظام. طيب نكمل بقى، يقدر الحمل الموزع بالطن على المتر الطولي، طبعا الاجابه هنا هتكون اجابه صحيحه. بعد كده الركيزه المفصليه تقاوم مركبات افقيه وراسيه ودوران، اجابه صحيحه. العزم يساوي القوه في زراعه، طبعا واحنا حابين ناكد ان العزم عباره عن ايه يا شباب؟ قوه في المسافه، تمام؟ يبقى الاجابه اجابه صحيحه. نشوف بعد كده الشكل ده، اشكال الحمل المركب، وهو زي ما اتكلمنا من شويه وقلنا ده حمل عباره عن حمل مركز. وهنا هنبدا بقى ان احنا ننتقل لجزء تاني خالص من اجزاء مادتنا النهارده، ونكون خلصنا الجزء الخاص بالعمليه او التمارين النظريه، وهننتقل للتمارين الاكثر عمليه اللي هي المسائل. بنشوف هنا بيقول لي حمل، ده حمل مركز اهو، ده الشكل بتاعه، وده حمل موزع. ولو بصيتوا يا شباب ان هو ممتد على طول الايه؟ على امتداد الكاميرا. وخلي بالك شوف الفرق ما بين الاثنين، ده موزع اهو ماسك كده من بدايه الركيزه، لو هنفترض ان ده عمود بنطلق عليه ركيزه، وده عمود، والحمل الموزع بتاعي شوف كده من بدايه الركيزه دي ممتد حتى نهايه الركيزه الاخرى، تمام؟ اما الحمل المركز، حمل مركز في منطقه واحده، والمنطقه او المسافه اللي موجوده ما بين الركيزه الاولى والركيزه الثانيه، المسافه دي بيطلق عليها بعد الحمل الايه؟ المركز عن الركيزه، ده مسافه الحمل الايه؟ المركز كله، وده الفرق ما بين الحمل المركز والحمل الموزع بانتظام، ودي مسافه الحمل المركز عن الركيزه. طيب نشوف اللي بعده كده. سؤال بيقول لي هنا لو انا عندي المساله دي حمل اهو، حمل مركز قيمته 2 طن والحمل الموزع 1 طن، المسافه بتاعتي ما بين الركيزتين 6 متر، الحمل المركز قاسم لو بصيت كده قاسم الكاميرا الى جزئين، جزء 3 متر وجزء 3 متر. وقبل يا شباب ما تحكم على الكاميرا متماثله او غير متماثله، في خطوات للحل طبعا، لان هنوضحها مع بعض كده ونلقي عليها الضوء يا شباب ونفكركم بيها. ان لما نيجي نحسب الكاميرات الحمل على الكاميرات الموزعه او الكاميرات المتماثله والكاميرات غير المتماثله، طبعا دي هتفرق يا مستر، هتفرق كتير جدا ولازم تخلي بالك منها. ليه يا شباب؟ لانك انت اغلب ابناء الطلبه بيقع في الخطا ده، وبيجي لما يكون عنده كاميرا محمله باحمال موزعه بانتظام بيجي من البدايه على طول يحكم يقول بما ان الكاميرا متماثله اذا، ويقوم داخل في خطوات الحل على طول ويبدا في الحل. طبعا الخطا هنا هيبقى خطا كبير ومش هيقدر بعد كده يتداركه زي ما بنقول. ليه؟ لان انا المفروض وانا بنبه عليكم اهو وباكد انك انت المفروض قبل ما تتعامل مع الكاميرا المحمله باحمال موزعه بانتظام لازم تعمل لها حاجه احنا بنطلق عليها تركيز الحمل الموزع. يبقى انت لو عندك كاميرا
عبارة عن كاميرا محملة بحمال موزعة بانتظام، لازم أول حاجة تعمل لها تركيز الحمل الموزع. طب نركز الحمل الموزع ازاي يا مستر؟ بجيب قيمته، قيمة الحمل الموزع وليكن 1 طن، بضربه في مسافته، والناتج بتاعه بحطه في نص الايه، نص الكاميرا زي ما بنقول في المنتصف. يعني لو انا عندي كاميرا بتحمل حمل موزع بانتظام قيمته 2 متر والمسافة 4 متر، اول خطوة في الحل قبل ما احكم عليها هي كاميرا متماثلة ولا غير متماثلة، بضرب الاتنين متر في الاربعة متر، بتطلع بكام يا شباب؟ بتمانية متر، 8 طن، اسف، 2 × 4، قيمة الحمل في المسافة بتاعته 2 × 4 × 8. ولما اجي ارسمه وبرسمه في النص بالظبط بتاع الكاميرا، وهنا بيطلق عليه بيبقى حمل عبارة عن حمل ايه؟ مركز. انا ركزت الحمل الموزع، بدل ما هو موزع خليته حمل مركز، وقسم معايا الكاميرا الى منتصفين نصفين، الاتنين بيكونوا قد ايه؟ قد بعض. طيب هيختلف ايه بعد كده يا مستر؟ من هنا بقى ابدا اشوف، طيب انا هنا الحمل بيبعد كام عن الركيزه اليمين وبيبعد كام عن الركيزه الشمال؟ طب المسافه من هنا قد المسافه من هنا؟ طب الحمل واحد، يبقى اذا كانت الاحمال متساويه والمسافات متساويه ما بين الركائز والاحمال، اذا بقول الكاميرا كاميرا ايه؟ متماثله. طيب ولها طريقه يا مستر؟ ايوه بفكرك فيها، واحنا اشتغلنا بيها، واحنا اشتغلنا طبعا على طريق على مدار العام كامل في طريقه حل المسائل دي. فانا بقول لك تاني وبفكرك ان لما الكاميرا تكون متماثله، بقول رد الفعل عند الف يساوي رد الفعل عند ب، يعني عند الركيزتين، يساوي مجموع الاحمال الرئيسيه على 2. بجمع الاحمال الرئيسيه الان يا شباب بعد التركيز، بعد عمليه تركيز الحمل الموزع، تمام؟ يبقى انا كده بجمع الاحمال الرئيسيه واقسمها على 2، الناتج اللي بيطلع بيساوي بيكون مساوي لري الف مساوي لري ب. وبرجع تاني واكد تاني واقول ان انا لو انا عندي لكل فعل زي ما بنقول لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، عشان الجسم يفضل عندي جسم ايه؟ ثابت، تمام؟ طيب انا لو انا عندي كاميرا شايله 4 طن او 5 طن زي ما بنقول، نازلين عليها ومتحملين، سواء كان الاحمال دي احمال موزعه بانتظام او احمال مركزه، لو الكاميرا دي شايله 6 طن، لابد لازم ان الركيزتين او العمودين اللي هي متشال عليهم زي ما بنقول، بس احنا بنطلق عليهم ايه؟ ركائز. الركيزتين دول الركيزه اليمين والركيزه الشمال لابد ان يردوا زي ما بنقول الحمل الساقط عليها اللي هو 6 طن بنفس القيمه 6 طن برضه. يعني انا عندي 6 طن نازلين، لازم الركائز ترد ب 6 طن برضه ايه؟ طالعين زي ما بنقول، عشان الركيزه تفضل الكاميرا تفضل كاميرا ايه؟ ثابته زي ما بنشوفها في البيوت والمنازل عندنا. طب لو الكاميرا غير متماثله يا مستر، انا عندي 6 طن نازلين اهم، لو الكاميرا متماثله يبقى الركيزه الف هترد ب3، ولازم الركيزه ب ترد بكام؟ ب3، عشان مجموعهم هما الاثنين يساوي مجموع الايه؟ الحمل الساقط على الكاميرا. طب لو الكاميرا كاميرا غير متماثله، في الحاله دي بقول ايه؟ بقول لك بقى وسجل معايا واكتب ورايا الحته دي او الجزئيه دي، عشان الجزئيه دي مهمه جدا. بقول ر الف، يعني عشان احسب العزم او الاحمال عند ر الف يساوي ر الف في، وافتح قوس المسافه ما بين الركيزتين ما بين العمودين، تمام كده؟ يساوي القوه يمين ب ناقص القوه يسار ب. القوه يمين ب عباره عن ايه؟ عباره عن القوه في المسافه لحد ب، وقوه في مسافه لحد ب، لحد ما القوه كلها عندي تخلص. بعد كده بحط علامه ناقص القوه يسار ب اذا كان عندي قوه يسار ب. طب انا ما عنديش قوه يسار ب، يبقى بكتفي بالقوه يمين ب. بعد كده بطلع الناتج بتاعي. ولكن الجزئيه اللي بناكد عليها هي ايه بقى، او اللي حابين نلفت نظركم ليها، ان لو الكاميرا كاميرا غير متماثله وعندي ركيزتين ونازل حمل 8 طن، انا في المساله عرفت ان ر الف هترد بكام؟ ترد مثلا ب 4 طن او هنقول بترد ب 6 طن، يبقى ر ب لازم ترد بكام يا شباب؟ واكون متاكد من الحل ومتوقعه، هترد ب 2 طن. ليه؟ عشان يبقى 6 و2 يساوي 8 اللي هي الاحمال الايه؟ الساقطه على الكاميرا. يبقى انت يا مستر بتقول لنا حتى لو الكاميرا غير متماثله لازم رد الفعل عند الركائز يساوي القوة أو الأحمال الساقطة على الكاميرا. أيوة طبعا، يبقى كده ليه؟ عشان في الآخر القوة الرئيسية تساوي صفر لما أجي أطرح الأحمال النازلة زي ما بنقول ورد الفعل بتاعي، أطرحهم من بعض يطلع الحمل كام أو المركبات القوة الرئيسية تساوي صفر، 8 نازل و8 طالع، سواء ده رد بأربعة وده رد بأربعة لو كاميرا متماثلة، سواء ده رد بخمسة وده رد بثلاثة. إذا المحصلة في الآخر تساوي كام يا شباب؟ تساوي صفر. نرجع بقى للسلايد بتاعنا ونشوف التمرين بتاعنا بيقول إيه. عندي كده خلاص أنا عرفت إن أنا الكاميرا دي كاميرا محملة بأحمال مركبة. ليه؟ عندي حمل موزع وحمل مركز، يبقى أنا هنا مطالب. أيوة سامع حد من أبنائي بيقول لي يا مستر هنركز الحمل الموزع، ولكن على جزئين يا شباب، لأنه هنا قسم لك الكاميرا نصين بالحمل المركز، يبقى واحد
في 3 وواحد برضو نفس اللي انه مكمل معايا اهو، واحد في 3 يبقى هنا هيترسم حمل مركز، هركز الحمل الموزع وهنا هركز الحمل الايه الموزع. طيب نشوف مع بعض كده وما نسبقش الاحداث زي ما بنقول. اول خطوه بيقول لي ده كان الشكل بتاعي تركيز الحمل الموزع، واحنا خلاص اهو جبت قيمته في مسافته، يبقى انا ضربت قيمته 1 في 3 ب 3 وفي المنتصف اهو قسم الثلاثه دي هيبقى كده متر ونص، وكده متر وكام؟ متر ونص. وبرده في الجزئيه الثانيه لان ده يعتبر زي انا اتعاملت مع دي كانها كمرتين، كاميرا اهي والكاميرا الثانيه اهي، لان الحمل المركز ده قسم الكاميرا من المنتصف، اما الحمل الموزع مكمل معايا من البدايه للنهايه. يبقى 1 في 3 وفي المنتصف يساوي 3 على بعد متر ونص من اليمين ومتر ونص من الشمال، وهنا 1 في 3 على بعد متر ونص من اليمين ومتر ونص من الشمال. وحابب هنا يا شباب نركز مع بعض بقى ونبص كده، لو بصيت للكاميرا دي اللي قدامك دي، الكاميرا دي كاميرا محمله باحمال موزعه بانتظام واحمال مركزه، ولكن لو بصيت عليها هتلاقي ان الكاميرا دي كاميرا متماثله ولا غير متماثله؟ سمع حد من ابنائي اللي كان متابع معايا بيقول لي طبعا هتكون كاميرا كاميرا متماثله. طب ليه؟ لان انا يا مستر شايله 3 طن على بعد من هنا متر ونص، وشايله من الناحيه دي 3 طن على بعد متر ونص، ومن هنا في المنتصف 2 طن بيقسمها من المنتصف 2 طن حمل اهو على بعد كده 3 متر، وعلى بعد كده كام؟ 3 متر. اذا خلي بالك يبقى كده المسافات هنا متساويه والاحمال على مسافات متساويه، يبقى الكاميرا كاميرا متماثله. ما كنتش تقدر تحكم عليها من الشكل ده الا لما تعمل لها عمليه الايه؟ عمليه ها تركيز الحمل الموزع. طيب نشوف كده، شوف بيقول لي ايه؟ تركيز الحمل الموزع بانتظام طبعا بضرب قيمته في مسافته زي ما احنا عملنا، بعد كده تحديد المسافات الجديده اللي هي 3 متر اتقسمت على 2. الحل اهو عندي الشكل بتاعي بيقول لي حساب رد الفعل يساوي، بما ان الشكل طبعا كده الشكل عندي بقى شكل ايه؟ شكل متماثل، وانا عرفت خلاص وقلنا الاسباب ايه؟ ان المسافات متساويه والاحمال متساويه، يبقى ر ب الف هترد الركيزه دي لازم ترد، بيقول لك ر الف هتساوي ر ب اهو. وطبعا احنا سبقنا وقلنا ان بص كده التلاتة واتنين وتلاتة يبقوا دول كام؟ 8، لابد يوازيهم او يساويهم 8 طن بنفس القيمة يكونوا ايه؟ صاعدين. ده طبعا نازل لازم يكون في 8 طن طالعين، 4 يكون الناحية دي و4 الناحية دي، بما ان الكاميرا كاميرا ايه؟ متماثلة. وهنشوف مع بعض، يعني انت تقدر تحكم على طول زي ما بنقول على الكاميرا، وتقدر تتوقع الناتج من غير حتى خطوات حل، ده طبعا مبدئي، ثم بعد كده تتبع الخطوات زي ما بنقول. بيقول لك الشكل متماثل، اذا ر الف رد الفعل عند الف تساوي رد الفعل عند ب تساوي مجموع الاحمال الرئيسيه على كام؟ على 2، ور الف تساوي ر ب تساوي، خلي بالك مجموع الاحمال الرئيسيه، مش حابب انك انت تحط لي كده الناتج 8، لا انا عايزك تجمع الاحمال على بعضها 1 زائد 1 زائد 1 عشان ما يحصلش عندك ايه؟ خطأ، ممكن تنسى حمل من الأحمال وبالتالي الناتج عندك هيكون خطأ. طيب 3 زائد 2 زائد أهو 3 يبقى دي المجموع الأحمال على 2، يبقى ر أ تساوي ر ب تساوي 8 على 2 يساوي 4 طن، يبقى أنا ر أ هترد ب 4 طن ور ب تساوي 4 طن لأن الكاميرا كاميرا متماثلة، يبقى الرد هنا هيكون زي رد الفعل الناحية دي. طيب نشوف اللي بعدها. بعد كده زي ما اتعودنا برسم حاجة اسمها منحنى قوى القص يا شباب، وبقول لك بسهولة، أنا دايما بقول لأبنائي الطلبة ابدأ من الجنب الشمال زي ما بنقول كده في الكاميرا، بداية الكاميرا بتاعتك من الجنب الشمال، والسهم ده أنا بقول عليه أو بسميه طالع، والسهم ده بسميه نازل. الطالع زي ما بنقول كده بطلع معاه، والنازل بنزل معاه حسب التمارين بتاعتك. يعني هنا أبدأ من الجنب الشمال وأبص كده للكاميرا دي أو للركيزة دي، آسف، السهم ده طالع ولا نازل؟ طبعا كده طالع. طب قيمته كام؟ 4، يبقى انا هبدا من الجنب الشمال ده ومطالع 4 مسافه 4 سنتي، مش شرط ان انا اقيسها بالمسطره وتكون 4 سنتي، الا ان طبعا لازم يكون الشكل عامل ايه؟ شكل منتظم ويكون مرسوم بالمسطره او بالمثلث بتاعك، واكتب عليه زائد 4، يعني رد فعل موجب لفوق كام؟ 4، قيمته 4. خلي بالك وانت ماشي هنا في الكاميرا، الكاميرا دي كانت محمله باحمال موزعه بانتظام، اثناء مشيك داخلها وانت ماشي كده جواها لازم تمشي نقط، لكن لو هي محمله باحمال مركزه المشي فيها او وانت اثناء التمرين بتاعك هتمشي خطوط منتظمه عاديه مش خطوط عباره عن نقط، يبقى بترسم نقط اثناء ما انت ماشي في الكاميرا المحمله باحمال موزعه بانتظام. طيب طلعت 4، بعد كده همشي نقط زي ما بقول اهو، هلاقي ده مقابلني نازل قيمته كام؟ قيمته 3، خلي بالك ان انت كنت هنا طلعت 4، هنزل هنا كام؟ 3، يبقى 3 هيتفضل عندي 1،
بعد كده اكمل نقط هلاقي ده برضو مقابلني نازل كما شباب نازل وقيمته 2. انت كان باقي عندك هنا 1 يبقى هتنزل 1 لان القيمه كام؟ 2 لما تجمعهم على بعض 2، 1 فوق الخط و1 تحت الخط. بعد كده هكمل هلاقي ده مقابلني كمان اهو قيمته 3 طن. طيب 3 طن خلي بالك وانت كان عندك هنا كام؟ 1 قبل كده من الباقي ده، يبقى 1 وانت هتنزل 3 يبقى الناتج هيبقى عندك كام؟ 4. وبعد كده بطلع زي ما بيقول واقفل باجي لنهايه الكاميرا بتاعتي او الركيزه الاقي ده طالع قيمته كام؟ 4. لازم الشكل بص لو قسمته نصين كده تلاقي النص الشمال زي النص اليمين عشان اتاكد ان الحل بتاعي حل سليم. وهنا نقطتين يا شباب حابب اكد عليهم واوضحهم قبل ما ننتقل لجزئيه اخرى. عايز اقول ان في عند حساب او رسم احمال قوى القصر ببدا من الجزء الشمال وابدا اللي طالع زي ما بيقول بطلع معاه اللي هو حسب اتجاه السهم، واللي نازل بنزل معاه، وده ابسط طريقه لحساب او حل قوى القصر. طب الجزئيه الثانيه يا مستر حابب تاكد لنا عليها انك انت اثناء وانت ماشي داخل الكاميرا تخلي بالك انت ماشي الكاميرا دي كاميرا محمله باحمال موزعه بانتظام في البدايه كان السؤال كده، ولا كاميرا محمله باحمال مركزه؟ لو هي كاميرا محمله باحمال موزعه بانتظام يبقى انت هتمشي من الشمال لليمين عباره عن خطوط منقطه نقط وتطلع وتنزل حسب الايه؟ الاسهم بتاعتك والاحمال. لكن لو كاميرا محمله باحمال مركزه يبقى انت هتمشي عباره عن ايه؟ خطوط زي ما بقول طالع بعد كده خط بعد كده نازل طالع خط حسب الايه؟ الاسهم بتاعتي. اللي بيفرق هنا امشي خط النقط امتى وامشي خطوط عاديه او مستقيمه امتى. طيب الجزئيه اللي بعد كده وانا بقول ان هي اعلى الخط اعلى الخط كل ما هو اعلى الخط موجب، يبقى الموجب بترسم على الخط وكل اللي تحت الخط هيبقى ايه؟ سالب. يبقى ده عندي كده 3 جزئيات اكدنا عليهم، ببدا من الشمال ولما اكون ماشي في الكاميرا الموزعه باحمال موزعه بانتظام بمشي نقط، ولما الخطوط كلها او كل ما هو فوق الخط بيكون اشارته بالموجب، كل ما هو خط اسفل الخط بيكون اشارته بالسالب. نبص كده على الرسم وناكد اهو. طبعا لو بصيت كده ده الخط بتاعي منحنى قوى القصر ميم قاف ميم، طبعا ده اختصار منحنى قوى القصر. الخط ده كل ما هو فوقه هيبقى اشارته موجب، كل ما هو تحته او اسفله هكون اشارته بالايه؟ بالسالب، وده الفرق. طيب ننتقل لجزئيه بعد كده اللي هي رسم منحنى عزم الانحناء. خلي بالك عشان منحنى عزم الانحناء من اخطر التمارين اللي ابناء الطلبه بيقع فيها، والمساله دي لو انت ركزت كده اشتغلت فيها حاجتين، حسبت رد الفعل عند الركيزتين ثم رسمت منحنى قوى القصر في الشريحه اللي فاتت، ودلوقتي برسم منحنى عزم الانحناء. منحنى عزم الانحناء يا شباب ما بيترسمش الا بناء عن خطوات الحل. طيب هعمل ايه يا مستر؟ بقول ان منحنى عزم الانحناء عند الاطراف، خلي بالك من الكلمتين دول، عند الاطراف يساوي صفر. ايه الاطراف؟ الاطراف اللي هي الف وب. يبقى ده اول نقطتين برسم خط ثاني وبسميه منحنى عزم الانحناء م ع الف اللي هو الخط ده، وبنزل النقاط بتاعتي الف د ج ه ب، يبقى بسمي النقاط بتاعتي زي ما هو مسميها ليا في المساله. قاعده ثابته وما بتتغيرش عندي ان منحنى عزم الانحناء عند الاطراف يساوي صفر. برجع اقول تاني يعني ايه؟ يعني منحنى عزم الانحناء عند الف يساوي منحنى عزم الانحناء عند ب يساوي صفر، لان ده ايه؟ الاطراف بتاعتي زي ما بنقول في التمارين بتاعتنا، يبقى كده انا ما عنديش مشاكل. طيب بعد كده انا لما باجي بحسب منحنى عزم الانحناء عند الجزء اللي في المنتصف اللي هو الحمل الايه؟ المركز اللي كان مديهوني. خلي بالك ان ده انت اللي ركزته، ده ما كانش موجود، انت عملته جبته ازاي؟ ضربت قيمته في مسافته وركزت الحمل الموزع، ده اللي كان موجود عندك اساس. يبقى بجيب عنده، يبقى بقول منحنى عزم الانحناء عند نقطة ج تساوي، بجيب بقى بما ان الكاميرا متماثلة يبقى الجزء اليمين هيكون زي الجزء اللي هي الشباب الشمال بالظبط، اما اشتغل من اليمين او اشتغل من على الشمال. هشتغل من على اليمين، بقول القوة في المسافة، لو انا عندي قوة هنا لحد نقطة ج، ما عنديش غير قوة واحدة بس اللي هي قوة ايه؟ قيمتها 3 طن، والسهم اللي تحت يا شباب وركز وفرق واعرف ان السهم في عزم الانحناء اذا كان اتجاهه الاسفل كده يبقى الناتج بتاعه هيكون بالسالب، يبقى سالب 3 في المسافه لحد نقطه ج اللي انا بحسب فيها سالب 3 في 1.5. طيب بعد كده في حاجه ثانيه نازل؟ مفيش. ابص هنا الاقي ده قيمته اهو طالع، ده هيروح ياثر كده على النقطه دي وده هيروح ياثر كده على النقطه دي، اما ده هيكون بالسالب ده هيكون اشارته بالموج. يبقى في عزم الانحناء السهم اذا كان لاسفل يبقى الناتج بتاعه يكون بالسالب، اذا كان طالع او صاعد او لاعلى هيكون الناتج بتاعه بالموجب. يبقى قيمته ليه 4 في المسافه لحد ج، 4 في 3 3 في 4 ب 12 وطلع الناتج بتاعي.
طيب بعد كده ده هكون انا جبت عزم الانحناء للجزء او للنقطة اللي هي نقطة ايه جيم، وعرفت ان الف و ب ب زي ما بيقول بصفر. طيب لو بصينا كده للمسألة او رجعنا تاني عشان الخطوات بتاعتي خطوات الحل في اثناء عملية الايه عملية الرسم. في الرسم بتاعنا برسم بيكون عكس منحنى قوى القص. لو ركزت هنا السالب بتاعنا بيكون كله فين؟ هناك كان السالب تحت والموجب فوق، تمام كده يا شباب؟ في عزم الانحناء السالب بيكون فوق والموجب بيكون او بيترسم ايه؟ تحت. طيب لو بصينا هنا في عندي جزئيه بقى، الجزء ده الجزء ده على بعضه كده والجزء ده، الجزء ده اسمه ايه؟ الجزء ده اسمه الف ج والجزء ده اسمه ج ب، تمام كده؟ او ج ب. طيب الجزء الف ج بجيب له حاجه اسمها عزم الانحناء عباره عن واو لام تربيع على 8. طب واو هي ايه يا شباب؟ بفكرك برضه، واو هي قيمه الحمل الموزع، تمام، اللي هو كان واحد، ولام اللي هي المسافه بتاعته تربيع، يبقى انا بجيب قيمته قيمه الحمل الموزع اللي كان في البدايه خالص واحد بضربه في المسافه بتاعته في الجزء ده اللي انا بحسبه. يبقى انا هنا قاسم الكاميرا على جزئين، جزء اسمه بقول كده واو لام تربيع على 8 للجزء الف ج يساوي واو اللي هو قيمه الحمل الموزع اللي هو كان واحد في لام تربيع اللي هي المسافه بتاعتي 3 تربيع، واطلع الناتج بتاعه واقسمه على كام؟ على 8، وده بتكون قيمه الحمل الموزع في المسافه او المنطقه اللي هي اسمها ايه؟ الف ج، وبرسمه بيكون بالشكل الايه؟ شكل الدائري اللي انت شفته ده او القوس ده. طيب بعد كده الجزء الثاني بقول واو لام تربيع على 8 للجزء ج ب. ولو انت ركزت ومتابع معانا من بدايه الحلقه هتعرف ان الكاميرا دي كاميرا متماثله، يعني الجزء ده واو لام تربيع على 8 هيساوي الجزء ده اللي هو ج ب اللي هو واو لام تربيع على 8 واو بواحد والمسافه 3 لام تربيع على 8 اهو، الناتج بواحد و125 من 100 والناحيه دي او الجزء الثاني 1.25%. اذا بقوم رسمه بالخط الدوران بتاعي ده المائل، ولو لاحظت الخط هنا لما وصلت انا جبت العزم الانحناء عند نقطه ج، وطبعا الناتج بتاعي اهو بما انه مرسوم تحت زي ما قلت لك يبقى الناتج بتاعي هيكون الموجب فين؟ موجب لتحت، بنزل لتحت. بعد كده بوصل النقاط ب عباره عن خط نقط عشان انت ماشي في حمل ايه؟ موزع بانتظام. ادي الخط النقط اهو وادي الخط النقط اهو. بعد كده بجيب واو لام تربيع على 8 للجزئيه دي وواو لام تربيع على 8 للجزئيه اللي هي الف ج والجزئيه ج ب، وخلي بالك ان الكاميرا كاميرا متماثله فتقدر تجيب الاثنين في خطوه واحده، فتقول واو لام تربيع على 8 للجزء الف ج يساوي الجزء ج ب يساوي، وتروح جايب قيمه الحمل الموزع اللي هو واحد في المسافه بتاعته اللي هي 3 تربيع، وتطلع الناتج، الناتج بتاعنا هيكون كام؟ 1.125%، بترسمه عباره عن قوس نص دايره كده، قوس مائل اهو، والقوس المائل ده كله في الجزء بتاعه، لو بصيت كده الرسم بتاعك ماسك من الف لحد ج اهو، والجزء الثاني ماسك من ج لحد ب اهو اللي هو الجزء اللي بالاحمر المائل ده، تمام كده يا شباب؟ وكده يبقى دي المساله دي انتهت زي ما شفنا كده مع بعض. عندي مساله ثانيه او تمرين ثاني، مثال اخر اهو، بس الكاميرا كاميرا غير متماثله، خلي بالك شايله حمل موزع بانتظام وحمل مركز، وهنا هنركز على بعض النقاط بس كده زي ما بنقول عشان نقدر نلم او نعمل مراجعه لكامل عناصر المد. الحمل المركز بتاعي اهو زي ما هو بنزله في مكانته، طبعا بيقول لك تركيز الحمل الايه؟ الموزع وتقسيم المسافات، ده مركز ما بيجيش ناحيته زي ما اتفقنا، اهو واحد نازل زي ما هو، بعد كده عندي قيمه الحمل الموزع ده كام؟ واحد، بقسمه على مسافتين، يبقى قيمته في مسافته وبترسم في النص، واحد في أربعة بأربعة، والأربعة دي اتقسمت لاتنين متر واتنين متر، أهو لو بصيت كده أهو. طيب الجزء ده برضه هو واحد أضربه في اتنين وبيتقسم في منتصف الإيه؟ المسافة، يبقى قسم المسافة بتاعت اللي هي اتنين متر لواحد متر يمين وواحد متر إيه؟ شمال، وقيمته عبارة الاتنين دي جت منين؟ حاصل ضرب واحد في المسافة، قيمة الحمل الموزع في مسافته وقيمة الحمل الموزع في مسافته، يبقى كده عملت العملية اللي تمت دي اسمها عملية ايه؟ تركيز للحمل الموزع بانتظام. طيب بقى عندي كاميرا جديدة، من هنا اقدر اقول واحكم هل الكاميرا دي كاميرا متماثلة ولا كاميرا غير متماثلة؟ طبعا يا مستر وهتقولوا لي كده هي باينة وخالص واضحة ان الكاميرا كاميرا غير متماثلة، طب ليه؟ عشان شايلة في عندي كابولي من الناحية دي، مفيش كده كابولي. طيب الكابولي اللي هنا مسافته 2 متر وشايل هنا كام؟ هنا واحد، هنا طبعا شايل كام؟ 2 متر، طبعا يبقى في اختلاف ما بين الايه؟ الاحمال وكذلك المسافات. طيب نرجع بقى كده او نكمل نشوف، هنا بيقول لي حساب ردود الافعال، دي كاميرا يا شباب؟ كاميرا غير متماثله، ده النموذج الثاني من نماذج الكاميرات. حساب ردود الافعال، فبنقول هنا عشان اجيب رد الفعل عند الف واجيب رد الفعل عند ب، هنا يبقى ر الف ر الف
في بفتح قوس المسافة بين الركستين. خلي بالك يا شباب، المسافة ما بين الركستين مش المسافة بتاعت الكاميرا كاملة، ما بين الركيزة دي والركيزة دي اللي هي قيمتها كام؟ 4. يبقى ر ألف في 4 تساوي، وقف كده عند مين؟ اهو عند ألف. القوة يمين ب، القوة يمين ب، لو بصيت كده يمين ب ناقص القوة يسار ب، القوة يمين ب 4 في كام؟ في 2. طيب بالموجب ولا بالسالب؟ هتبقى بالسالب. طب ليه؟ عشان الإشارة بتاعتها ايه؟ اه لا خلي بالك، انا هنا بحسب ردود افعال. يبقى القوة يمين ب ناقص القوة يسار ب، تمام؟ القوة يمين ب ابدا كده، لو اجيب من بعيد هنا من الاول يبقى 1 في المسافة دي كلها لحد مين؟ لحد ب، يبقى 1 في 6، اهو 1 في 6 زائد ده ايه؟ معرفوش طبعا لسه، ده مجهول. طيب اللي بعده يبقى ده رايح كده هيأثر على نقطة ب، قوة في مسافة. بعد كده اللي عليه الدور مين؟ ده 4 اهو عند نقطة ايه؟ 4 في 2 يبقى زائد 4 في 2. طب القوة يمين ب لسه في قوة يمين ب؟ لا طبعا ما عادش، خلاص ادا 1 وادا التاني. بعد كده عندي قوة يسار ب، يبقى ناقص، كمل القانون اهو، ناقص القوة يسار ب قيمتها في مسافتها، يبقى قيمتها كام؟ 2 في المسافة 1، يبقى ناقص 2 في 1 يساوي 0. طيب بعد كده بصفي المسألة بتاعتنا زي ما بنقول، 1 في 6 ب6، ال2 في 4 ب8، ناقص ال1 في 2 ب2، وصفي التمرين بتاعي في الآخر هيطلع عندي كده 6 و8 14، ناقص 2 ب12، 12 هيقسمه على كام؟ على 4 عشان أطلع عليه ألف، هتطلع الناتج بكام؟ ب3 طن. هنا حابب بقى نأكد على نقطة يا شباب، مجموع الأحمال الرئيسية عندك لو أنت بصيت كده 7 طن، 2 و4 و1 ب7 طن، أنت طلعت ألف بكام؟ ب3. يبقى ده اللي أنا كنت بتكلم عليه يا شباب، ونعمل عنده وقفة كده وظبطه، ونقول مجموع الأحمال في التمرين بتاعك إجماليها 7. ليه؟ 1 و4 و2 ده مجموع الأحمال الرئيسية. لو تفتكر لو أنت متابع معايا من بداية الحلقة قلت لك حتى لو الكاميرا كاميرا غير متماثلة يبقى لازم مجموع الأحمال الرئيسية اللي نازلة لازم رد الفعل يساويها وإن اختلف ألف عن باء. طب أنت هنا في ألف طلعت إن ألف قيمتها بكام يا شباب؟ ب3. طب وقيمة الأحمال اللي نازلة كام؟ 7. أوتوماتيك كده أو بديهي لازم أنت تكون عارف ومتوقع إن الحمل أو رد الفعل عند ب هيساوي كام؟ يساوي 4. ليه يا مستر؟ عشان إجمالي الأحمال اللي نازلة 7 وألف أو الركيزة ألف ردت فعل ب3، يبقى ناقص كام عشان الأحمال تكون متساوية أو متزنة؟ 4. يبقى أنا نازل 7 طن لازم يوازيهم أو يبقى في معاكس لهم 7 طن برضه، وإن كانت ألف ردت ب3 أكون متوقع على طول إن ب هترد بكام؟ ب4. وهنا يا شباب قانون بيقول لك لحساب رد الفعل عند ب، ما أنت طلعت ألف وعرفت قيمتها بكام؟ ب3. طب ننفذ بقى ونحط الكلمتين اللي احنا قلناهم دول في إطار من القانون كده بشكل قانون لحل التمارين، ونقول إن رد الفعل عند ب يساوي مجموع الأحمال الرئيسية اللي أنا اتكلمت عليها من شوية ناقص رد الفعل عند مين؟ عند ألف. يبقى مجموع الأحمال الرئيسية ناقص رد الفعل عند ألف هيساوي رد الفعل عند ب، اللي هما كانوا 7 أحمال رئيسية ناقص 3 رد فعل ألف يساوي الناتج كام؟ 4. ده توقع أنت لازم تكون عارفه، ومنه بنستخرج الإيه؟ القانون بتاعك. نروح مع بعض كده ونشوف أهو، ر ب تساوي ر ألف ناقص مجموع الأحمال الإيه؟ الرئيسية. يبقى ر ب تساوي ر ألف اللي كانت قيمتها بكام أنت مطلعها ب3 ناقص مجموع الأحمال الرئيسية اللي هم 7، يبقى ر ب تساوي 4. ر ألف هترد كده، هترد من الناحية دي كده ب3، ور ب هترد من الناحية التانية بكام؟ ب4، عشان الناتج يطلع 7 يا شباب، يوازي قيمة الأحمال الإيه؟ النازلة عندي. بعد كده برسم طبعا منحنى القوى الخاصة بنفس الطريقة زي ما اتكلمت. طبعا ببدأ من الجزء الشمال بتاعي ده نازل 2، بنزل قيمة 2، ثم بمشي نقط عشان أنا ماشي في حمل إيه؟ موزع بانتظام، واطلع من الناحية دي 4، كان في 2 تحت يبقى فوق الخط كام؟ 2. بمشي كده خط النقط برضو بنزل 4، منهم 2 فوق هيبقى فيه 2 تحت، 2 بالموجب و2 بالسالب، ثم بكمل نقط. بعد كده باجي عند الركيزة دي اللي هي بترد ب3، بطلع ال3 كان منهم، خلي بالك 2 تحت هيتفضل عندك 1 فوق. هنا الشكل اتغير لو لاحظنا يا شباب، هنا انا كنت ماشي نقط اهو عشان كنت ماشي في حمل موزع، هنا ماشي في حمل ايه؟ مركز، يعني حمل موزع انتهى هنا. بعد كده همشي خط اهو الاقي ده نازل ب1، وزي ما قلت لك لو قسمت الكاميرا نصين الاقي الجزء اليمين بيساوي الجزء الشمال، الاثنين شبه بعض بالظبط، اللي طالع هنا زي اللي نازل الناحيه دي، تمام كده؟ طيب نشوف اللي بعده، برسم منحنى عزم الانحناء. وزي ما قلت قبل كده في منحنى عزم الانحناء، منحنى عزم الانحناء عند الاطراف يساوي 0. الاطراف خلي بالك، الاطراف هنا انا متعمد اجيب لك المساله دي عشان ما تتعودش تقول ان الاطراف هي الركائز،
لا الاطراف هي اخر النقاط، اخر نقاط موجودة عندك في الكاميرا. لو بصيت كده فين هنا، يبقى جيم هي الاطراف بتاعتي ودال، يبقى منحنى عزم الانحناء عند الاطراف يساوي صفر. الاطراف اللي هي عين جيم تساوي عين دال، عين جيم تساوي عين دال تساوي صفر. بعد كده باخد عزم الانحناء عند نقطة الف، فبقول منحنى عزم الانحناء عند الف يساوي، وهنا يا شباب باخد الاقرب، تمام، الاقرب اللي هيأثر على النقطة بتاعتي، واذا كان نازل يبقى اشارته سالب، اذا كان طالع تبقى اشارته بالموجب. انا واقف عند الف باخد عزم الانحناء عند الف يساوي، فين الاقرب، ده ولا ده؟ مين يأثر او يكون تأثيره اقوى؟ هيكون ده اللي جهة اليمين، يبقى سالب واحد. سالب ليه يا مستر؟ عشان ده نازل زي ما قلنا اهو، سالب واحد في المسافة اتنين، يبقى سالب واحد في اتنين بسالب اتنين طن، يبقى القوة دي هتأثر هنا او تعمل عزم الانحناء عند النقطة دي قيمته سالب اتنين طن. طيب بعد كده النقطة اللي عليها الدور اللي هي ب، منحنى عزم الانحناء عند ب اهو يساوي زي ما قلت لك برضو الاقرب اللي هيأثر فيها، كل الاحمال دي على المسافات دي ولا الاتنين طن هنا هتأثر فيها بشكل اقوى؟ طبعا سامع حد بيقول لي الاتنين طن دي يا مستر هي اللي هتأثر فيها بشكل اقوى، ليه؟ لانها اقرب ليها، يبقى اشارتها سالب. طب سالب ليه؟ عشان برضو الاشارة هنا ايه، او الحمل نازل اشارته لتحت اهي، يبقى اشارته سالب، يبقى سالب اتنين قيمته في مسافته لحد ب سالب اتنين في واحد مش اتنين، ليه؟ لان انا قسمت المسافة دي لنصين يا شباب، يبقى سالب اتنين في واحد بسالب اتنين، الناتجين اللي طلعوا عندي بالسالب. لو لاحظت هنا بيقول لك وزن الجزء او الجزء منحنى عزم الانحناء للجزء ب د ب اهو ب د، اخد الجزء ده لوحده ثم الجزء اللي بعده هيكون اللي هو ايه الف باء اللي هو الجزء ده، يعني خد الجزء ده لوحده وخد الجزء ده لوحده. لو هنقول منحنى عزم الانحناء عند الجزء ب د يساوي واو لام تربيع اهو، واو لام تربيع على 8، واو اللي هي قيمه الحمل الموزع، ولام اللي هي مسافته اللي هي كام يا شباب؟ 2 تربيع، يبقى 1 في 2 تربيع على 8 يساوي نص طن. طيب بعد كده الجزء الثاني اللي ما ركزش معايا هنا يبص على الجزء ده، واو لام تربيع على 8 للجزء الف باء، واو اللي هي قيمه الحمل الموزع، ولام اللي هي المسافه 4 متر، يبقى لو انا قسمت كده اهو بجيب قيمته 1 في 4 تربيع على 8 يساوي 2. هنا بعد كده ده الناتج بتاع العزم بتاعنا وقيمة الأحمال بتاعتنا، خلاص احنا طبعا مش هنتكلم فيها لأن احنا مرينا بيها، ونبص على تمرين آخر قبل ما نختم الحلقة بتاعتنا لأن الوقت معاكم بيمر بسرعة، ونتكلم عن الكوابيل في عجالة كده. الكابولي هو رد الفعل يا شباب، وأنا هشرح لكم الخطوات بتاعته الأساسية في عجالة ونلقي عليها الضوء، وبقول لك خلي بالك من الكوابيل، إن أنت لما تحسب كابولي، الكابولي رد الفعل الكابولي يساوي مجموع الأحمال الرأسية، يبقى كده خط زي ما بنقول كلام يعني إيه بسهولة وبكل يسر، مجموع الأحمال الرأسية عند رد حساب رد الفعل للكابولي بجمع الأحمال الرأسية، مفيش قوة في مسافة. طيب لما برسم بعد كده منحنى قوى القص ببدأ من الجزء الشمال بتاعه ونقطة التثبيت بتاعتي، وزي ما بنقول نقطة التثبيت دي هي الصاعد بتاعي، بشوف قيمته كام وبطلع وامشي مع الأحمال بتاعتنا. بعد كده الجزء اللي بعده، وبفكرك انك انت عند تصميم البلاطات في مسائل البلاطات بقول ان بقسم طول البلاطة على عرضها، اذا كان الناتج ده طبعا جزء خاص بالبلاطات قبل ما نختم الحلقة بتاعتنا، فبقول لك ان بفكرك او تذكر ان البلاطة بقسم طولها على عرضها، واذا كان الناتج بتاعها اصغر من او يساوي 2 بقول البلاطة بلاطة ذات اتجاهين. وبعد كده الخطوة التانية اللي بتليها على طول ببدأ اقسم الشكل بتاعي، شكل البلاطة بتاعتي اذا كانت مربعة يا شباب عبارة عن بتبقى عبارة عن قطرين بقسمها قطرين، اذا كانت مستطيلة الشكل بتاعنا البلاطة مستطيلة بقسمها الى مثلثين وشبهين منحرف زي ما بنقول، وبشوف الكاميرا شايلة ايه، لو هي شايلة مثلث يبقى الحمل الواقع على الكاميرا يساوي وزن المثلث زائد وزن الكاميرا نفسها، اذا كانت شايلة شبه منحرف او نصيبها من الاحمال شبه منحرف يبقى بقول وزن شبه المنحرف زائد وزن الكاميرا نفسها. وللأسف الوقت معاكم بيمر بسرعة، على امل بامر الله ان شاء الله اللقاء بكم في الغد القريب، اتمنى لكم التوفيق والسداد مع دوام النجاح والتوفيق، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.